نحن هنا اليوم يعني في إطار اللقاء الذي دعتنا إليه مشكورة الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وكانت هناك مجموعة من الجامعات التي تمت دعوتها، والغاية من هذا اللقاء هو أن نقوم بتقديم مذكرات ومقترحات تتعلق بتصور الجامعة المغربية بالنسبة لمراجعة مدونة الأسرة. وبطبيعة الحال كانت يعني تدخلات يعني السادة رؤساء الجامعات والسادة العمداء الحاضرين، أنه تم التركيز على أولا على أن مدونة الأسرة لها خصوصية. لماذا؟ لأن تجمع بين مرجعيتين أساسيتين، أولا المرجعية الفقهية وفق الشريعة الإسلامية، وكذلك المقاصد السمحة من عدل ومساواة وغيرها من المقاصد السمحة التي يعني تأمر بها الشريعة الإسلامية والتي نجدها في الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي. وفي نفس الوقت هناك قيم كونية، وهناك اتفاقية دولية، والدستور المغربي في تصديره ينص على الاتفاقية الدولية كمصدر يعني من مصادر القانون، ولكن شريطة أن تكون مصادقا عليها وأن تكون منشورة بالجريدة الرسمية وأن تحترم الهوية الراسخة للبلد بطبيعة الحال. وهذه المرجعية الغاية من هذه اللقاءات، وربما الغاية من تعديل مدونة الأسرة، وهي أن نلائم وأن يكون هناك انسجام بين المرجعية الوطنية والمرجعية المتعلقة بالاتفاقية الدولية. ونحن كجامعات قدمنا مذكراتنا، وسنقوم بناء على مقترحات السيدة والسادة أعضاء اللجنة على أن نقدم مذكرة يعني مستقبلا ستتضمن نتائج يعني اللقاءات العلمية والندوات والأبحاث التي أنجزها السادة الأساتذة والسيدة الأستاذات في الجامعة، وكذلك الندوات التي نظمت من أجل أخذ هذه المخرجات والمقترحات من أجل تقديمها في شكل مذكرة موحدة عن تصور الجامعة المغربية لمراجعة مدونة الأسرة. لأن مدونة الأسرة ما دامت تتعلق بالخلية الأساسية للمجتمع وهي الأسرة، فينبغي أن نقوم ب يعني القيام بتعديلات ترمي فعلا إلى تنمية الأسرة وإلى تحقيق التوازن الأسري، وكذلك إلى يعني إلى مجتمع متماسك ومجتمع يعني يعيش في أمان ويعيش في استقرار وطمأنينة. ويعني مقترحاتنا هذه المقترحات التي سنقدمها هي من أجل الاستئناس والاسترشاد والأخذ ببعض المقترحات التي تراها الهيئة حسب تقديرها على أنها ستكون مفيدة في إطار هذه المراجعة. المقترحات كاين مقترحات متعددة، لأنه أولا المقترحات تنصب على النقاط الأساسية اللي هي رائجة واللي متداولة يعني تناولها المجتمع المدني والباحثون وغيرهم، مثلا التعدد، مثلا ما يتعلق يعني بثبوت النسب، لأن ثبوت النسب يثير إشكال هل نلجأ إلى الخبرة الطبية أم أنه لابد من الرجوع إلى المصادر التي نص على الفقه الإسلامي، مثلا بحال مسطرة اللعان أو الولد للفراش، لأنه هذه قواعد. كذلك فيما يتعلق بتزويج القاصرات، لأن تزويج القاصرات من بين الإشكالات المطروحة، لأنه حتى الاتفاقية الدولية أنها تنص على أنه سن ديال الرشد هو 18 سنة، وهو ما جعل القوانين المغربية تلائم الاتفاقية الدولية في هذا الاتجاه، أنه جميع الآن سواء الرجال أو النساء، الذكور أو الإناث، لابد من 18 سنة. وتم التسوية بين يعني الأهلية المدنية اللي هي التصرفات، وكذلك الزواج اللي هي 18 سنة. دون 18 سنة بإذن الآن في إطار هذه المدونة، ولكن يمكن يعني الآن كاين نقاش إما أن يحدث تزويج القاصرات أو أن يقيد يعني بشروط يعني قاسية جدا. لماذا؟ لكي لا تستغل القاصرات، لأنه تحمل مسؤولية الأسرة يعني تحمل كبير وعظيم جدا، وبالتالي ينبغي أن تكون هذه الفتاة قادرة على تحمل النتائج لما بعد الزواج. أما الزواج نتائج ما بعد الزواج بمعنى إبرام عقد الزواج مسألة ربما قد تبدو سهلة، ولكن نتائجها فيما يتعلق بالأسرة، بالمجتمع، بالأطفال، بالأبناء إلى غير ذلك. إذن هذه من بين النقاط اللي
اللي كانت اللي هي مهمة جدا. كذلك من بين النقاط التي أثيرت هي مسألة يعني في المذكرة هي مسألة ديال الاجتهاد، لأنه الاجتهاد عنده واحد العدد من الأسس. لماذا؟ لأن الاجتهاد كما يقول الفقهاء لا يمكن أن نجتهد في مورد النص، ملي كيكون النص واضح لا يمكننا أن نجتهد، ولكن حينما لا يكون النص واضحا أو لا ينعدم النص آنذاك يجتهد. وحتى في الاجتهاد القضائي راه هذا هو المفهوم ديال الاجتهاد، يعني أنه يجتهد حينما لا يوجد النص. حينما يوجد النص واضح ما يسمى بالنصوص القطعية مثلا أو الاجتهاد أو النصوص الواضحة في القانون، راه لا نحتاج نهائيا إلى اجتهاد. ولكن نحن الغاية من كل هاد المقترحات، وأعتقد أن الهيئة واعية بهذه المسألة، ويعني أن الغاية هو تحقيق التوازن الأسري، لأن المدونة لن تكون مدونة المرأة ولن تكون مدونة الرجل، وإنما تكون للأسرة ككل، وتكون هناك يعني الحماية الفضلة والمصلحة الفضلة للأطفال، لأنهم هم الأهم، لأنهم هم الذين سيخلفون يعني السلف داخل المجتمع.